ابنائي وبناتي الطلبه والطالبات الصف الثاني الثانوي اللغات، ان شاء الله هنعمل نكمل الريفيجن بتاعتنا لمنهج ثانيه ثانوي لغات بايولوجي. اول سؤال بيبدا عندنا: What describes an aerobic respiration؟ يقول ايه اللي بيوصف الان aerobic respiration؟ مديني 4 choices A B C D، ومديني energy released, oxygen required, waste products. فبيقول لي في ال choice A بيكون ال energy released little, oxygen required no, waste products lactic acid. وفي ال choice B energy released a little, oxygen required yes, waste product carbon dioxide and water. في ال choice C energy released a lot, oxygen required no, waste product lactic acid. في choice D energy released a lot, oxygen required yes, waste product carbon dioxide and water. نرجع للانيروبيك ريسبيريشن. في الانيروبيك ريسبيريشن كان في الحاله اللي زي دي بيقول لي ان هو بيحدث في حالتين اتنين، يا اما shortage of oxygen or absence of oxygen. طيب يبقى اذا بالتالي according to oxygen required is not required. طيب بالنسبه للenergy released، الـ energy released في الحالة زي ديت كانت 2 ATP مقارنة بالـ aerobic، كان الـ aerobic 38 ATP، إذن بالتالي little. طيب والـ waste product اللي هو الناتج بتاعي، كان لو كان أنا عندي في الـ anaerobic اللي هو الـ fermentation، لو كان في الـ animal هيبدأ يديني lactic acid، وفي البلانت او الفانجس كان بيدينا ايثايل الكحول بلس الكربون دايوكسيد. طيب تعال نبص عندي في الجزئيه دي. طيب ليت الاماونت اوف انرجي ريليز تمام، الاكسجين ريكوايرد نو لانه انايروبيك. طب الويست برودكت انا كده محتار يا مستر، ما محدد ليش هل هو animal ولا plant. طب تعال نبص للتشويسز اللي موجوده عندنا في الويست برودكت. عندنا هنا لاكتيك اسيد تنفع، كربون دايوكسيد ممكن تنفع، بس الووتر لا، الووتر ملوش علاقه هنا بالانيروبيك. طب لاكتيك اسيد تنفع، كربون دايوكسيد برضه قلنا ما تنفعش. اذا بالتالي انا محتار بين A و C. طب نرجع للانرجي ريليز كانت 2 مقارنه بالايروبيك 38، يبقى ده ليتل. اذا التشويس A is the best choice أو the correct answer. السؤال اللي بعد كده بيقول: The diagram shows a gaseous exchange surface in the alveolus and the part of a nearby capillary. What would increase the rate of absorption of oxygen into the capillary? The diagram shows a gaseous exchange surface in the alveolus. يوضح لي اللي هو سطح بيحدث عليه تبادل الغازات اللي هي الالفيولوس اللي هي الوسائل الهوائيه. And part of nearby capillary، وده جزء من الشعيرات الدمويه القريبه منها. What would increase the rate of absorption of oxygen into the capillary؟ مين في الاختيارات اللي جايه دي هيبدا يزود معدل امتصاص الاكسجين للكابلري؟ Increase the thickness of alveolus wall، increasing the surface area of alveolus wall، lowering the concentration of oxygen in alveolus، slowing down the rate of beating. لو حصل ان انا عملت increase the thickness of alveolus، بالتالي هيبدا يعمل obstacles، اعاقه للاكسجين ان هو to enter to oxygen to blood capillaries. ان انا عندي كل ما يكون الوول بتاع الالفيولوس thin، فبالتالي facilitate gas exchange، gas exchange. اذا بالتالي A not correct answer. Lowering the concentration of oxygen in alveolus، انه هيقلل تركيز الاكسجين في الالفيولوس. يعني مثلا لو هنفترض ان انا عندي هنا 90%
اكسجين فور اكزامبل، وهنا 80، بالتالي مش هيحصل ديفيوجن ان تو بلاد كابيلري، اذا بالتالي دي رونج. Slowing down the rate of breathing يعني تقلل معدل التنفس. طب انا لو قللت معدل التنفس اذا بالتالي amount of oxygen here decreased، وبالتالي مش هيحصل gas exchange. لكن مين اللي من الادابتيشن اللي احنا عملناها في المنهج بتاعنا كان من ضمن الادابتيشن ان يحصل increasing للsurface area of alveolus. ليه؟ by increasing the surface area of alveolus، بزياده مساحه السطح بتاع الالفيولس او النمبر بتاعها، بالتالي هيبدا ان يحصل عندي facilitate or increasing the gas exchange. We tell it letter B is the correct answer. السؤال اللي بعد كده. The apparatus shown in the diagram was used for an experiment on starch digestion. Which tube would contain most sugar after 20 minutes? Any tube in there? Would contain most sugar after 20 minutes. تعال نشوف الحاجة اللي قدامي. مديني water bath at 15 Celsius. يبقى إذا التمبريتشر هي 15 Celsius. حاطط فيها تيوب A وتيوب B. في تيوب A حاطط فيها starch solution and amylase. Starch solution and amylase. الستارش ده بيبقى عباره عندنا عن كومبلكس شوجر وبوليساكرايد، وعندنا الاميليز هنا انزيم بيشتغل على الستارش ويحولها الى دايساكرايد اللي هو مالتوز. طيب تيوب بي فيها ستار سوليوشن اونلي، تيوب سي فيها ستار سوليوشن اونلي، بس ايه الاختلاف بين تيوب بي وتيوب سي؟ ان انا عندي الووتر باث اللي هو الجزء اللي فيه الميه اللي هو الحمام المائي ده كانت التمبريتشر فيه 37 سلسلس. Tube D starch solution and amylase. طب يا مستر انا ملاحظ ان ال A وال B هما ال C وال D. ايه الفرق؟ تعال اقول لك الديفرنس بين them. الديفرنس بين them اللي هو بيكون الديفرنس in temperature. Here 15 Celsius, here 37 Celsius. انا بسالك بقى which tube would contain most sugar after 20 minutes. المطلوب منك ان انت تجاوب على السؤال ده. طيب سيبني بقى يا مستر ان انا احل السؤال ده، اتفضل. تيوب A وتيوب B في الووتر باث 15 سلسيوس، تمام، وتيوب C وتيوب D في ووتر باث at 37 سلسيوس، تمام. بالتالي ان انا عندي الاوبتيمال تمبريتشر بتاعت الاميليز انزيم، تمام اهو، بتكون 37 سلسيوس دي الاوبتيمال. ال 37 سلسيوس دي اللي عرفني ان هي اوبتيمال لان انزيم الاميليز ورك ان هيومن بودي ات 37. اكسلنت. وبعد كده يا مستر انت بتسالني which tube would contain the most sugar after 20 minutes. ايوه بسالك كده، تمام. فبالتالي كل ما كانت الاوبتيمال تمبريتشر درجه الحراره المثلى موجوده، كلما كان اتس سويتابل تمبريتشر فور انزيم تو وورك ان اوبتيمم ريت في معدل مثالي، فبالتالي هيكون الرياكشن هنا فاستر، فبالتالي هيبدا يعمل الستارش يتحول الى دايساكرايد اللي هو المالتوز in short time، وبالتالي هيبدا يديني large amount of mean of sugar. اذا بالتالي يا مستر انا هستبعد A و B. انت بتسالني على الموست، اذا لازم يكون عندي الموست اكتف، ان الانزيم موست اكتف اعلى نشاط at 37 celsius معاك. ولو جينا في تيوب C مفيش انزيم فيها مش هيديني المالتوز، امال هيديني مين اللي هيديني؟ ليتر دي يا مستر هي اللي بيست تشويس، لان في الحاله اللي زي دي كان في الاميليز وفي الستارش، وبيبدا ان الاميليز يشتغل في اوبتيمم تمبريتشر درجه حراره مثلى اللي هي 37، هيحول لي البريك داون للستارش ويديني
ملتوس. السؤال بعد كده. In an experiment to investigate an aerobic respiration, two bottles are set up in a warm room, as shown in the diagram. What would happen to each balloon after 1 minute? الدياجرام اللي مديهولي اهو. مديني بوتل بي وبوتل كيو. في بوتل بي مديك الشجر واليست والواتر. ومديها عملها كفرد باي بالون. بوتل كيو يست اند واتر كفرد باي بالون. فبيقول مين اللي هيحصل في كل بالون ده افتر 1 داي. اتفضل جاوب. طيب تعال اقول لك يا مستر. في تيوب بي كان فيها الشجر واليست والووتر، وانت قلت لي عندي في الجيفنز المعطيات بتاعتي ان وارم روم، ان انا عندي اليست فنجس مش هيشتغل الا وارم او ليكم ووتر ماء دافئ، فبالتالي شجر ويست ووتر الحاله دي هيكون فيرمنتيشن زي ما اخدناها في الاكسبيرمنت اللي موجود عندنا. وفي الفيرمنتيشن ده هيبدا يعمل اهو يكون لي يحول لي البيروفيك اسيد اللي جلايكولايسيس ان ذا باي بايروفيك. والبيروفيك هيتحول الى ايه يا مستر؟ لاكتيك ولا ايثانول؟ لا ده احنا هنا فانجس. يس يبقى يديني ايثانول بلس الكربون دايوكسيد. فالكربون دايوكسيد هيبدا انه يطلع هنا، هتبقى هنا ايه؟ منفوخه. لكن في كيو كان يست ووتر مفيش جلوكوز او مفيش شوجر، الحاله اللي زي دي هتفضل زي ما هي، يبقى دي اللي هتبقى بالشكل ده اهو ودي بالشكل ده اهو، يبقى اذا ذا ليتر بي از ذا بيست تشويس. سؤالي بعد كده. Which of the summary statement below describes the results of the following reaction? Carbohydrate plus oxygen give 6 carbon dioxide plus 6 water plus energy. يقول لك مين دول؟ Summary statement below describes the results of the following reaction. الكربوهيدرات is oxidized and the oxygen is reduced. Oxygen is oxidized and the water is reduced. Carbon dioxide is reduced and the oxygen is oxidized. Oxygen is reduced and the carbon dioxide is oxidized. Which is of the summary statements below describes the results of the following reaction. مين من الجمل المختصرة ده هي بيوصف نواتج التفاعل ده؟ الكربوهيدرات plus oxygen give carbon dioxide water and energy. نرجع لمعلومة كنا بنقول inside الميتوكوندريا بيحصل process to produce energy. والبروسيس دي بتحصل in the presence of oxygen. كنا بنقول حاجه اسمها جلوكوز اوكسيديشن. اكسده الجلوكوز ودي اخذناها في الفيرست سكندري سكول. The rule of monosaccharide to obtain energy. فالجلوكوز هير اوكسيدايزد. اللي هي بيكون الكربوهيدرات از اوكسيدايزد. والاكسجين combine with الهيدروجين to form water. The oxygen is reduced. ما دام تيك هيدروجين يبقى reduction reaction. يبقى إذا here carbohydrate is oxidized and oxygen is reduced. لازم أعرف لو خد هيدروجين الكومباوند أو المولكيول خد هيدروجين يبقى reduction. ليف هيدروجين فقط هيدروجين يبقى اوكسيدايزد. تمام؟ بالتالي
الانسر اللي تحت هنا هتكون ايه؟ كربوهيدرات is oxidized and the oxygen is reduced. Which of the following statements about net positive is true? Net positive is true. NAD as a coenzyme in cell respiration. NAD positive is reduced to NADH during glycolysis, pyruvate oxidation, and the citric acid cycle. NAD positive has more chemical energy than NADH. NAD positive can donate electrons for use in oxidative phosphorylation. In the absence of NAD positive, glycolysis can still function. Which of the following statements about NAD positive is true? NAD positive as a coenzyme, كمرافق انزيم موجود عندنا في الميتوكوندريا. والNAD positive ده كنا بنقول reduced. ولسه قايلين reduced يبقى في الحالة زي دي هيبدأ ان هو change to NAD H. والنت اتش كان بيروح لمين؟ ها؟ لما بدا يتكون اخر مرحله ليه اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين عشان يبدا دونيت الهيدروجين اللي هو البروتون ويبدا يديني الالكترون ترانسفير فروم هاي انرجي ليفل تو لو انرجي ليفل تو بروديوس اي تي بي. طب تعالى نشوف التشويسز اللي عندنا. ليتر اي بيقول عندي NAD بوزيتيف از ريديوس تو NAD اتش ديورنج جلايكوليسيس بايروفيت oxidation and the citric acid cycle. NAD positive is reduced. قلنا reduced معنى كده ان هي take hydrogen هتتحول الى NAD H during glycolysis. ايوه ازاي؟ لما كان ال BGAL الفوسفوجلسرالدايد تحول الى بايروفيك اسيد. طلع لك كام NAD H؟ طبعا 2. طبعا ال 2 BGL ادانا 2 بايروفيك اسيد. كان 2 NAD reduce the two to NADH. H. Very true. Pyruvate oxidation. لا استنى مستر ايه pyruvate oxidation؟ pyruvate oxidation ان البيروفيك اسيد تمام اهو بدا يتحول الى acetyl. احنا قلنا reduction take hydrogen. اوكسيديشن معنى كده ان هو ليف هيدروجين ففقد الهيدروجين عشان يتحول الى acetyl. في الحاله اللي زي دي بدا يتحول الناد to NAD H. دي true. Citric acid cycle. تعال نشوف. لما كان الcitric acid اللي هو 6 كربون اتوم تحول الى كيتو جلوتاريك بدأت الناد تتحول الى NAD H. ومن الكيتو جلوتاريك للساكسينيك بدأت الناد تتحول الى NAD H. تمام؟ ومن الملك للاوكسالو اسيتيك الناد تحولت الى ناد اتش يبقى دي ترو. اذا بالتالي التشويس ايه؟ بيكون ترو. اختار على طول يا مستر ايه؟ لا لازم اكمل الاختيارات. ناد بوزيتيف هاز مور كيميكال انرجي ذان ناد اتش. لا اذا كان ده اللي كان بيروح عندي في الالكترون ترانسبورت تشين الناد اتش عشان الهيدروجين ده اهو يبدا الهيدروجين يبدا يتحول الى 2 اتش و2 الكترون فانا محتاج ال2 الكترون هما اللي هيدوني 34 اي تي بي من الناد اتش. ناد بوزيتيف كان دونيت الكترونز فور يوز ان اوكسيديتيف فوسفوريليشن. لا احنا قلنا ان الناد اتش دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. In the absence of NAD positive glycolysis still function. ملهاش علاقه يبقى اذا ذا بيست تشويس هي مين؟ احنا اخترناها تشويس The oxygen consumed during cellular respiration is directly involved in which of the following process or events? تاني, oxygen consumed during cellular respiration is directly involved in which of the following process or events? يعني الأكسجين اللي هيستهلك أثناء cellular respiration بيدخل في أنهي process من اللي جايين دول؟ Glycolysis. Accepting electron at the end of the electron transported chain, the citric acid cycle, the oxidation of pyruvate to acetyl coenzyme. طيب نرجع الجلايكوليسيس هل بيتم consume
الأكسجين؟ لا. طيب تعال نرجع للأكسجين، الرول بتاعه كان في الإلكترون ترانسبورت تشين، لأن السيتريك أسيد ما كانش بيستهلك أكسجين. يا مستر ده كان فيه كربون دايوكسيد خارجة، ما الكربون دايوكسيد دي خارجة من البريك داون للكومباوند بتاع السيتريك أسيد كيتو جلوتاريك، أو من الكيتو جلوتاريك تو ساكسيليك، أو الحالة زي دي بدأ إن هو إيه؟ يبدأ يتحول. فالأكسجين هنا طالع من الكومباوند ذات نفسه، لا ده مش جاي من السيلو ريسبيريشن، أو جاي أو مش جاي من الأتموسفير. إذا هنستبعد دي. اوكسيديشن او بايروفيت تو اسيتيل كو انزيم ايه؟ لا ده برضه جاي من الكومباوند. طيب اذا بالتالي يا مستر انا ما عنديش غير دي. اكسبتنج الكترونز ات ذا اند اوف ذا الكترون ترانسبورت تشين. انا مش فاهم. افتكر لما كنا بنشرح ونقول ان انا عندي ادي الهيدروجين بتاعي H2 بدأ يدينا 2H اللي هو البروتون، وبدأ يدينا 2 الكترون. الالكترون ده بدأ ان هو ترانسفير from high energy level to low energy level، وطبعا كل ما الالكترون ترانسفير from high energy level to low energy level بدأ ان هو reducing energy stored in form ATP، وهكذا وهكذا. فبالتالي التو بروتون جم هنا 2H بوزيتيف، والتو الكترون بعد ما فقد الانرجي كان هنا، وبالتالي الاكسجين نزل هنا مباشره علشان يبدا ان هو ريسيف الهيدروجين مع الالكترونز عشان فورمينج مين الووتر اللي بيطلع از ا ويست برودكت اوف سيلور ريسبيريشن ويبدا يطلع عنه. فبالتالي ان اكسبتنج يستقبل الكترونز ات ذا اند اوف الكترون ترانسبورت شين. ATP molecules represent the energy currents in the cell because they بيقول لك ان جزيئات ال ATP تعتبر ان هي عمله الطاقه في الخليه. ليه؟ They are the smallest molecule of energy in the cell, store the least amount of energy in the cell, transfer the energy easily to perform the function of cell, can save their energy for a long period. تمام؟ ATP molecules represent the energy currents in the cell because they are. هل هي أصغر جزيئات الطاقة في الخلية؟ Store the least amount of energy in the cell؟ لا، لأننا بنبدأ ناخد منها الإنرجي. Can save their energy for long period؟ لا، أنا محتاج على طول. يبقى transfer the energy easily to perform the function of cell. وبالتالي يعتبر عملة الطاقة لأن هي أسهل يكون the easily source to get energy. Which of the following compounds loses phosphate group during glycolysis? Which of the following compounds loses phosphate groups during glycolysis? Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1 and 6-diphosphate, phosphoglyceraldehyde. تعال نرجع للجلايكوليسيس من الاول. كان جلوكوز بدا ان هو ياخد فوسفات جروب من الاي تي بي عشان يتحول الى اي دي بي، فادانا جلوكوز 6 فوسفات. الجلوكوز 6 فوسفات حصل تشينج في الايزومر بتاعه فادانا فركتوز 6 فوسفيت. فالفركتوز 6 فوسفيت بدا ان هو ياخد الاي تي بي، مجموعه فوسفات من الاي تي بي فوسفات جروب، فتحول الاي تي بي 2 اي دي بي، فادانا فركتوز 1 اند 6 باي فوسفيت. هير حصل اكشوال سبلايتنج، انشطار فعلي. ده كله كان 6 كربون اتوم. بدا يدينا هنا 3 كربون اتوم وهنا 3 كربون اتوم. كل كومباوند من دول او كل موليكيول من دول كان بي جي اي ال. هل هنا حدث عندي فقد للفوسفات جروب؟ تعالوا نشوف. هنا اكواير الفوسفات جروب.
طب هنا بدأ ان هو اللوز الفوسفات جروب عشان يديك البيروفيك اسيد. ادينا 2ADP تشينج تو 2ATP وهير نفس النظام بيروفيك 2ADP تشينج تو 2ATP. هنا اللوز الفوسفات جروب وبدأ يحول لك كونفيرت الADP تو ATP. طب مين؟ جلوكوز 6 فوسفات. تعال نرجع يا مستر لجلوكوز 6 فوسفات. لا ده هنا اكواير الفوسفات جروب يبقى ما ينفعش. فركتوز 6 فوسفات، الفركتوز 6 فوسفات ده لا ده هنا اكواير عشان يتحول الى فركتوز ان 1 6 باي فوسفات ما ينفعش. برضه نفس النظام ما ينفعش، لكن اللي تحول هو الفوسفو جليسرالدايد. The actual splitting during glycolysis occur to molecules glucose phosphoglyceraldehyde fructose 1 and 6 diphosphate glucose 6 phosphate. لسه نرجع عليها تاني كده في السلايد الاولانيه. actual splitting حصل لمين يا مستر؟ ده انت لسه شارحها لي من شويه اهو، ان هي فركتوز 1 and 6 بايفوسفيت. هنا اللي حصل الانشطار الفعلي كان 6 كربون مليك 6 كربون اتوم، ادانا 3 كربون اتوم و3 كربون اتوم. كل كومباوند من دول او كل مولكيول من دول كان بي جي اي ال. فبالتالي يا مستر كان الاكشوال سبلايتنج اللي حصل كان عند الفركتوز 1 and 6 دايفوسفيت علشان يديني الفوسفو جليسرالدايد. The energy produced from glycolysis in the cytosol is stored in molecule. The energy produced from glycolysis in cytosol is stored in molecule. ATP, NADH, FAD, each of ATP and FAD. طاقة اللي طلعت من الجلايكولايسيس كوزيسيت في مين؟ طبعا الجلايكولايسيس ده حصل في السيتوسول. نرجع للذاكره، في السيتوسول ده بيكون النون اورجانيلز بارت اوف سيتوبلازم. فالانرجي دي ستورد ان فورم اي تي بي، لان احنا قلنا هي الانرجي كارنسي ان ذا سيل، هي عمله الطاقه في الخليه. The number of NAD H compounds that resulted from two cycle of citric acid is 3, 6, 12. 18. The number of NAD H compounds that resulted from two cycles of citric acid is. تعال نشوف عندنا NAD H في كل cycle من دول. احنا لما جينا خدنا acetyl واحد. الاسيتايل ده بدأ ان هو combine with. طبعا الاسيتايل كان 2 carbon atom. وهنا اوزالو acetic. How many carbon atom مستر في الاوكسالو اسيتيك؟ 4 carbon atom. 4 carbon atom plus 2 carbon atom هيدينا 6 carbon atom. ده مين؟ citric acid. الcitric acid هنا بدأ ان هو لوز كربون دايوكسيد وهيفقد قصادها هيدروجين. فالهيدروجين ده بيبدأ ان هو بيعمل ريدكشن للناد اتش للناد بوزيتيف ويحولها تو ناد اتش، يبقى دي اول واحده عندي في الناد اتش. والكومباوند اللي هيتكون 5 كربون اتوم اسمه كيتو جلوتاريك. تاريك اسيد. الكيتو جلوتاريك اسيد اللي هو ال 5 كربون اتوم ده لوز كمان كربون دايوكسيد ويدينا ساكسينيك اسيد. ساكسينيك اسيد ده 4 كربون اتوم، ودام لوز كربون دايوكسيد يبقى هيفقد قصادها هيدروجين فيحول لي الناد تو ناد اتش، ناد بوزيتيف تو ناد اتش. الساكسينيك هيدينا مالك، المالك ده 4 كربون اتوم، اذا بالتالي doesn't lose كربون دايوكسيد. امال هيحصل ايه؟ هيدينا واحده اي تي بي، وهيبدا عندي الفات هياخد 2 هيدروجين فيتحول الى فاد اتش 2. المالك اسيد عشان يرجع تاني اوكسالو اسيتيك لازم لوز هيدروجين، فالناد اتشينج تو ناد اتش. لما نيجي نعمل كاونتنج
للناد اتش ادي 1 تمام، ادي 2 وادي 3 ده في مين؟ في 1 سايكل. امال هو عايز ايه؟ The number of NAD H compound that resulted from 2 cycle of citric acid يبقى 3 times 2 equal 6 NAD H. The fatty acid enter in cellular respiration in the form of molecule. One carbon, two carbon atom, two carbon molecule, اللي هي two carbon atom في المولكيول الواحد. Three carbon, four carbon. Fatty acid enter in cellular respiration in the form of one carbon molecule or two carbon molecule, three carbon molecule or four carbon molecule. نرجع لمين؟ للسيرو ريسبيريشن تاني. في الجلايكوليسيس بدا يدينا البيروميك اسيد. والبيروميك كان 3 كربون اتوم. بدا يدينا لوز الكربون دايوكسيد. وبدا ان النات تشينج تو نات اتش. عشان يدينا كومباوند فيه 2 كربون اتوم اللي هو مين؟ الاسيتات. طب يا مستر انا كنت بادئ بجلوكوز وبيروفيك اسيد بدا يدينا 2 بيروفيك اسيد والبيروفيك اسيد بدا يدينا الاسيتايل اللي هو 2 كربون طبعا اللي احنا شغالين عليه ده 1 بيروفيك اسيد مش 2. طيب ايه علاقه الفاتي اسيد هير؟ ارجع بالذاكره ان انا كان ممكن نكون الاسيتايل من خلال الفاتي الليبيدز تتحول الى فاتي اسيد. وارجع بالذاكره اكتر لفيرست سكندري سكول لما كان بيقول لك الاماونت اوف انرجي ويتش بروديوسد فروم فاتس لارجر ذان اماونت اوف انرجي ويتش بروديوسد فروم كربوهيدرات. فبالتالي معنى كده ان الفاتي اسيد او الليبيدز بتدخل في السيرو ريسبيريشن فبتكون الاسيتايل فبتبدا السايكل من اول الاسيتايل. طبعا ليه سايكل لوحدها بس ما بيلجاش للسايكل ده الا اذا كان في ابسنس للجلوكوز او الكربوهيدرات. وكان على الجنب الثاني كان بيقول لك ان البروتين بيبدا يحصل له بريك داون لامينو اسيد والامينو اسيد بيكون بعد كده الاسيتايل عشان يدينا برضه انرجي. فبالتالي ان انا عندي الفاتي اسيد هنا بيبدا يخش في السيلولر ريسبيريشن ان فورم اوف اسيتايل. طب الاسيتايل هاو ميني كربون اتوم ان ات بيكون 2 كربون اتوم. السؤال بعد كده. The last intermediate compound formed in Krebs cycle is this نقط acid. آخر مركب بيتكون في Krebs cycle بيكون مين؟ أشوف. مالك، بيروفيك، سيتريك. كنا بنبدأ بالأوكسالو أسيتيك. ويبدأ يجي مع الأسيتيك، شوف start by أوكسالو أسيتيك، 4 كربون أتوم. With the acetyl 2 carbon atom بدا يدينا السيتريك. السيتريك ادانا كيتو جلوتاريك. كيتو جلوتاريك ادانا ساكسينيك. والساكسينيك بدا يدينا ها المالك. والمالك ادانا اوكسالو اسيتيك. اخر انترميديت كومباوند كان مين؟ كان المالك اسيد. The diagram show an experiment when set up and the same experiment 2 hours later. What explains the movement of water and light? The diagrams show an experiment when set up and the same experiment 2 hours later. What explains the movement of water and light? بيقول الشكل المقابل أو الأشكال المقابلة بتوضح تجربة بدأت ان هي تجهز لنفس التجربه او هما الاثنين لنفس التجربه تمام. طبعا التجربه دي قبل وبعدها يبقى هنا وين سيت اب بدأت تتجهز at the beginning بمعنى اصح وهنا after 2 hours later.
هنا بيقول لي على الليفت سايد كان concentrated sugar solution colored with dye. يبقى انا عندي سكر مركز بيكون colored with ايه؟ dye بصبغه معينه. وعلى الرايت سايد بيور ووتر. After two hours بدا يحصل movement للشجر لي من الليفت سايد تو الرايت سايد. الليفت تو رايت. فبيسالني الموفمنت اوف ووتر اند داي. طيب الووتر حرك لمنين لمنين؟ هنلاقي ان هنا الووتر هاي كونسنتريشن. طب والووتر هنا؟ لو. يبقى الموفمنت فروم رايت تو ليفت باي اوسموس. يبقى اذا انا بي سي. طيب يبقى احنا كده خلصنا من الموفمنت اوف ووتر. طب الموفمنت اوف داي. طب داي دي يا مستر عباره عن موليكيول وكانت هنا هاي. فالموليكيول هتتحرك من الليفت تو مين؟ تو رايت. عشان تتحرك من الليفت تو رايت يبقى اذا ما دام موليكيول يبقى من الهاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن يبقى باي ديفيوجن. يبقى اذا بالتالي تشويس بي از ذا كوريكت انسر. The diagram shows a plant. What is the bath weight taken by most of the water absorbed by this plant? What is the bath weight taken by most of the water absorbed by this plant? From X to Y to Z, from W to Y to Z, from Z to Y to X, from Z to Y to W. بيقول لي what is the pathway, ما هو المطار اللي هيبدأ يمشي فيه البلانت أو الووتر المنتص by the plant. What is the pathway taken by most of the water absorbed by this plant? يبقى أنا عندي هنا الووتر هيحصل له absorption عن طريق الروت هير وبعد كده للروت وبعد كده للستم وبعد كده يروح للي اللي هي مستر عشان يعمل الفوتوسنس بروسس. يبقى إذا المسار بتاعي الباثوي بتاعي start from Z end by X through Y. يبقى Z to Y to X that choices. أو the choice C is the correct answer. السؤال ده برضو كررناه تاني. The last intermediate compound formed in Krebs cycle is واحنا قلنا عليه اللي هو مين؟ مالك أسيد. السؤال بعد كده. What controls gas exchange on the bottom of a plant leaf? What controls gas exchange on the bottom of a plant leaf? استوماتا، إبيدرمس، كولينكايما and سكلورينكايما، بلايسيد، ميزوفيل. تاني، what control gas exchange on the bottom of a plant cell؟ مين اللي هيتحكم في تبادل الغازات في أسفل ورقة النبات؟ تعال نبص عندنا في أسفل ورقة النبات كان عندنا اللور إبيدرمس. كانت عبارة عن بارينكايما سولز أدجسنت وكان الشكل بتاعها بارل. اللي هو برميلي وكان بيكون في جزء عندي covered externally by cutin except من الاستوماتا. تمام؟ والاستوماتا ده كانت بتكون supported by guard cell. الاستوماتا. والاستوماتا هي كانت close or open to control losing of water and gas exchange. ليه يا مستر؟ لان كان جنبيها على طول الاسبونجي اللي هي الانترسيلور سبيس يبدا يطلع الكربون دايوكسيد مين من ريسبيريشن او يخرج الاكسجين يطلع الاكسجين ان مين الفوتوسينثيس بروسيس. عشان كده سموها control gas exchange according to the process plan to do it طبقا للعمليه اللي هيقوم بيها النبات. فمين اللي كان بيتحكم في الجاز اكسشينج اوبن اند كلوز؟ كان الاستوماتا لان هو قال لك موجوده فين؟ in the bottom of a plant leaf.
broken down by which substance? Bile produced in gallbladder, lipase produced in gallbladder, glucagon produced in liver, bile produced in the liver. Fats are broken down by which substance? كنا بنقول عندنا ادي الليفر بيبدا ان بيكون في عندي حاجه اسمها الجالبلادر. الجالبلادر بتبدا ان هي كونكتد تو الدودينم من خلال مين؟ البايل داكت او البايل كانال. طيب وكنا بنقول اول ما بيتوصل الفاتس للدودينم بتبدا تجي لها البايل جوس عشان تحولها الى فاتي امالجن. والفاتي امالجن ده لما بيبدا يخش يجيله البنكرياتيك جوس وبالاخص سبيشيالي لايبيز انزيم من البنكرياتيك جوس بتحول لك الفاتي امالجن ده او من السوفايد فاتس تحولها الى فاتي اسيد. وذ الجليسرول خلاص يا مستر يبقى انا هختار اللايبيز لانه هو اللي كسر لي الفاتي امالجن تو فاتي اسيد وذ جليسرول. طب انا هقول لك ان هي رونج انسر. ليه يا مستر؟ لان انا عندي هنا كاتب لك في التشويسز اللايبيز بروديوسد ان جال بلادر. استحاله اللايبيز بروديوسد من البنكرياس اللي هي بنكرياتيك جوز فدي ما تنفعش. البايل بروديوسد ان جال بلادر لا ده البايل بروديوسد ان الليفر اند ستورد ان جال بلادر ما ينفعش. جلوكاجون بروديوسد ان ليفر انا مال الجلوكاجون مال ومال الفاتس ما ينفعش. يبقى البايل بروديوسد ان ذا ليفر. السؤال اللي بعد كده from the opposite diagram which of the following is correct. دينا دياجرام قدامنا اهو بيقول لي ان دي هي الميتوكوندريا وبدا يديني سام رياكشن سب راوند 8 والرياكشنز ديت بدات ان هي انتر الميتوكوندريا عشان تعمل رياكشنز وبيسالني السبستانس اكس دي اي والسبستانس واي سبستانس زد سبستانس اي. تعالى نفسر الدياجرام اللي قدامنا ده. قال لك جلوكوز موليكيول طلع للجلايكولايسيس اداني 2 اي تي بي تمام واداني 2 ناد اتش تمام وادانا 2 بايروفيك اسيد موليكيول ده كله دخل للميتوكوندريا. طب يا مصر في الميتوكوندريا بتحصل 2 بروسس كريب سايكل وليكترون ترانسبورت تشين 1 دي اي و2 دي اي. تعالى نبص للكومباوند اللي داخل للميتوكوندريا. لو بصيت هنا البيروفيك اسيد هو اللي دخل في بروسيس 2 ليه؟ علشان يبدا يكون لي الناد والفاد اتش 2 اللي هيروحوا من بروسيس 1. اذا بروسيس 2 كريبس سايكل. بدا يكون لي الكو انزيمز اللي هي الناد اتش والفاد اتش 2 اللي راحت لبروسيس 1. ليه يا مستر؟ عشان يحصل فيها اللي هي الالكترون ترانسبورت تشين يبقى بروسيس 1 هي الكترون ترانسبورت تشين. تمام كده انا عرفت بروسيس 1 وبروسيس 2. طب ما هو يا مستر ما سالنيش لا على بروسيس 1 ولا بروسيس 2 هو بيسالني على الليترز. تعالى بس بالراحه في بروسيس 1 كانت في حاجه خرجت بره الميتوكوندريا وخرجت خالص اللي هي الكربون دايوكسيد. لان الناد اتش والفاد اتش 2 بداوا ان هم يروحوا للالكترون ترانسبورت تشين فالويست برودكت بتاعي في الكريب سايكل هو الكربون دايوكسيد. يبقى اذا ال كربون دايوكسيد اهي اكتبها اهو ال كربون دايوكسيد ماشي. طب بعد كده في بروسيس 1 في حاجه دخلت حاجتين خرجوا. قلنا الالكترون ترانسبورت تشين لازم يخش لها الاكسجين. ليه؟ علشان الاكسجين ده بيكون هيعمل اكسبت للالكترون اللي جاي من الالكترون ترانسبورت تشين. فهيخرج حاجتين. الحاجتين دول
هتكون energy اللي هي في صورة ATP وwater. بس أنا مش عارف الواي ولا الزد، لا لازم نبص للاختيارات. احنا قلنا إن أنا عندي الإكس أكسجين، هنا الإكس هنقول فيه الأكسجين دي، بس لازم أكمل. وقلنا إن أنا عندي الـ L كربون دايوكسيد أهي، وبالتالي أنا كنت محتار بين الـ Y and the Z، فبالتالي الـ Y أي واحدة منهم تنفع، فبالتالي choice D is the best choice. سؤال برضه على نفس الرسمة. In process 1 occur، مش هسألك بقى كريب سايكل لأن لسه قايلها لك في السؤال اللي قبليه. هنا بقى هيحصل فيها إيه؟ هل كوإنزيم أوكسيديشن؟ ولا coenzymes reduction، ولا releasing of carbon dioxide، ولا releasing of oxygen. coenzyme oxidation. coenzyme oxidation. ليه؟ لأن أنا في process 2 Krebs cycle، في الحالة اللي زي دي بدأ يحصل عندي إن coenzyme، سوري، في بروس الكو انزيم هنا حصل له ريدكشن بروسس 2. في بروسس 1 هنا بدا ان هو لوز الهيدروجين، فبيبدا يدينا ايه؟ كو انزيم اوكسيديشن. السؤال اللي وراه فكر فيه كده. What is the number of ATP molecules that are resulted directly from process 2 for one pyruvic acid molecule? A1, B2, C34, D38. شوف كده. طيب. Process 2 احنا قلنا Krebs cycle. كان بيطلع في 2 cycle 2 ATP، بس هو ما سألنيش على 2 cycle. For one بايروفيك اسيد، فال1 بايروفيك اسيد في الحاله اللي زي دي هيبدا يديني 1 ATP. The opposite figure illustrate a device used in the detection of respiration in yeast. What will happen to the ink drops? هنا sugar solution containing a yeast. We air devoid of oxygen، يعني مفيش اكسجين، فبالتالي في الحاله اللي زي دي هيبقى فيها كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد هيبدا يتكون، فيبدا ان هو يبدا يتكون ويبدا يعمل موف للانك دروب تو اوت وورد. ات موفز كويكلي انوارد، ات موفز سلولي انوارد، ات موف اوت وورد، ات موف او ستيل كونستنت، بالتالي احنا لسه قايلين ان هي موفز اوت وورد. The opposite graph illustrates the rate of respiration rate of ablial before, during, and after participating in a running race. At which point here, body cells contain the highest amount of lactic acid. بديني the respiration. P1 كانت here. At the beginning of the race, بدأت إن هي تبدأ إن هي increase to 2. 2 بدأت constant to 3 و 3 بدأت تقل to 4. وبيسألني مين في دول هيكون contain the highest amount of lactic acid. A1, B2, 3, C, D, P4. ها. طيب. At the beginning of the race كان الشخص ده في حالة الريست، فكان عنده أعلى amount of oxygen. بدأ إنه يجري و at the end of the race طبعا بالتالي هيكون most fatigued، أصغر إجهادا، فبالتالي بدأ إن هو يكون more lactic acid. وبالتالي بدأ إن هو من stage أو من بيكون من الستيج 3 to stage 4 في الحالة زي دي كان at the rest. بدأ ياخد الأكسجين تاني علشان يبدأ بعد كده يبدأ يعمل الأيروبيك. stage 3. ليه؟ زي ما إحنا قلنا أهو. At the end of the race, the muscle resource the anaerobic respiration، وبالتالي consume all oxygen، then reducing the pyruvic acid into lactic acid to reach at the maximum point at 3. وبالتالي لما الاكسجين موجود بقى من 3 to 4 اللي هو في end of race، اللاكتيك اسيد بيحصل له oxidized، ما
هيفقد الهيدروجين ويرجع تاني للبيروفيك اسيد ويبدا يروح للايروبيك ريسبيريشن. وبكده يا شباب نبقى خلصنا السيشن بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.